تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في برنامجكم برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مستشفى الزهرة من خلال قناتنا المتميزة قناة نور دبي. نصبح عليكم في هاليوم الجديد، في هذا الأسبوع اللي بس باجي من الزمن يوم على الخميس الونيس باكر إن شاء الله. مع متحدثتكم اليوم الدكتورة ندى الملا، في الاستوديو أنا مع زميلي محمود يوسف. والله نحل معاك الدكتورة، ما تقصر يا محمود، صبحك الله بالخير. صبحت الله بالنور دكتورة ندى الملا، وأيضا صباح الخير لفريق العمل عندنا حمد المعيوف وعندنا المخرج محمد الصفار. محمد الصفار في الإخراج. طيب اليوم دكتورة نحن ما ندخل يعني في مواضيع حلقتنا بشكل مباشر، ولكن خلينا نذكر بأرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 للرسالة النصية. أول شيء دكتورة نحن نبغي نذكر المستمعين برابط التأمين الصحي. يومين نسينا محمود، ما ذكرنا لهم إياه. أنا ذكرته البارح. أنت ذكرته؟ أوكي. أي. أنا ما انتبهت لك. بس بنذكر برابط التأمين الصحي اللي خصصته موقع اللي خصصته هيئة الصحة في دبي، هو www.ishd.ae www.ishd.ae. مثل ما كلكم تعرفون الحين أكيد هو موقع لجميع استفساراتكم، باقات التأمينية، شروط التأمين وغيرها وغيرها. ونشجع الكل إلا للحين ما صلح وضعه وما أمن إنه يسرع إنه يخلص أمور التأمين قبل انتهاء المهلة المحددة. جميل. أيضا من التأمين الصحي بنروح على خبر خاص بنقص فيتامين دال. تقول الدراسة إنه انخفاض مستويات فيتامين دالي يرتبط بالصداع المتكرر، مشيرة إلى أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع. وأثبتت الدراسة الحديثة وجود علاقة قوية بين نقص الفيتامين والصداع، نقص فيتامين دال والصداع، حيث أظهرت أن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي بالإضافة إلى الأورام السرطانية. وقام المشرفون على هذه الدراسة بتحليل بيانات حوالي 2600 رجل فنلندي. زين، تتراوح أعمارهم بين 62 و 42 لين 60 سنة، بالاعتماد على عينات من الدم وإجاباتهم على مجموعة من الأسئلة. الباحثون توصلوا إلى أن حوالي 70% من الرجال لديهم نقص حاد في الفيتامين دال، وأشار الباحثون إلى أن انخفاض مستويات هذا الفيتامين يشكل مصدر قلق في فنلندا ودول الشمال، لأن هذه الدول لديها مستويات قليلة من التعرض لأشعة الشمس التي يحتاجها الجسم، وهي المصدر الرئيسي للفيتامين دال. طبعا بغض النظر احنا عندنا هنا الشمس فوقنا ولا والناس كلها نقص عندها نقص فيتامين دال. زين، عموما اوضح الباحثون ان اولئك الذين يعانون من الصداع المتكرر هم الاقل قضاء للوقت في الخارج، وهو ما يؤدي الى تعرضهم اقل لاشعه الشمس، كما ان الاعراض التي يسببها نقص فيتامين دال من مشاكل النوم واضطرابات الجهاز العصبي وارتفاع ضغط الدم تؤدي بالضروره الى الام الراس والصداع باشكاله. شو رأيك دكتورة؟ والله هاي دراسة تضيف لأهمية فيتامين دال محمود. يعني تكلمنا عنه وايد أن فيتامين دال علاقة بالهشاشة، بوظائف الجسم، مشاكل وايدة. فالحين بعد ربطوه بصداع، بس شوف خاصة عند الرجال، ما قالوا النساء، قالوا الرجال. أنا أشك أنه من فيتامين دال، يمكن من شيء ثاني. هي ممكن. عموما دكتورة بنتكلم شوية بس عن بعض الأمور الخاصة ب
يعني الفطور على الصبح الواحد شو ممكن يمارس بعض العادات الصحية وهو يسوي فطور؟ أول شيء خليه يفطر أصلا. هي والله الناس أهملت وجبة الفطور كأنها ما صارت وجبة مهمة، يطوفونها، صار عندهم العشاء. ترى الحين في مفهومنا زماننا الحالي تحس العشاء أهم وجبة عند الناس، حتى الغداء ما رأت يطوفونها. وهذه تأثيراتها سلبية جدا دكتورة على الصحة وعلى الجسم. أكيد أكيد يعني الفطور أهم وجبة في اليوم محمود. يعني أنت لو لاحظ في الأيام في وايد ناس يقولك أنا أصلا ما أيوع الصبح فما مو لازم أفطر، هو لأنه عود نفسه أنه أصلا ما يتريق. بس أنت جرب في يوم تريق الصبح قبل ما تطلع أو ما توصل دوم تريق، راح تلاقي معدل أكلك خلال اليوم وايد أقل من الأيام اللي أنت أصلا ما تأكل فيها ما تتريق فيها. فريق وجبة جدا جدا مهمة. جميل. طيب هني بتكلم أنا بعد كذلك دكتورة، بما أننا نحن تكلمنا عن فيتامين دال، ما نتكلم عن فيتامين جيم اللي يعزز امتصاص الحديد. في دراسة ألمانية تقول أنه يتعين على الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد تناول كوب من عصير البرتقال مع وجباتهم الغذائية، وعلل خبير التغذية الألماني فريدريك نيس ذلك بأن فيتامين جيم يعزز من امتصاص الحديد في الدم، ومن ضمن الخيارات الأخرى أنه يمكن تناول عصير ليمون مع شرائح اللحم والسلطة والفلفل الطازج مع شوربة العسل. العسل العدس ممكن في شوربة العسل محمد احنا ما نعرف عنها. شكرا. يقول صفار يقول في شوربة موز. ليش تسويت في حلجتي؟ زي عموما أضاف الخبير الألماني أنه من الأفضل للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد الانتظار بعض الوقت قبل تناول الشاي والقهوة بعد الطعام، نظرا لأن الشاي الأسود واللبن والشمندر قد يحد من امتصاص الحديد في الدم، وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تناول مركبات الكالسيوم والمغنيسيوم على فترات ما بين الوجبات الغذائية. طيب دكتورة، كان في فيديو منتشر عن طريقة تحضير عصير البرتقال. ما أدري إذا شفتي ولا لا، بس هو شو يقول يعني في الأجهزة اللي متعارف عليها الواحد لما يضغط على البرتقالة كذا وتعصر، هذه ما تطلع الفوائد الغذائية اللي في العصير نفسه، ولكن اللي يقشر البرتقالة ويخلي الطبقة البيضة هذه اللي تحت القشر زين ويخلط البرتقالة كاملة كلها بكبرها. هذه تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والفائدة الغذائية من وراء العصير. أنا جربتها دكتورة. شو قول يلا الحين تجربة شخصية مالت محمود. أنا جربتها، العصير طعم أحلى مليون مرة من لما تعصر البرتقالة من غير مليون مرة أحلى. يعني تحسين أن تشربين عصير برتقال. صحيح محمود، وفائدته أكبر لأن فيه الألياف اللي تساعد. يعني الناس بس تفهم مفكرة أن عصير برتقال فقط يعني فيتامين سي يعني أو فيتامين جيم عشان يقي من أمراض الزكام، ولكن الفيتامين البرتقال نفسه غني بالألياف اللي يساعد في تنظيم عمل الأمعاء. بالتالي لما إحنا نقول حق الأمهات اللي هل عندهم إمساك أو في أحد عنده إمساك تكرم خذ عصير برتقال، لما نقولهم نقصد أن نعصر البرتقال بكبرها، نخلطها بكبرها عشان مو بالعصير نفسه ولكن الألياف الموجودة في البرتقال. فكل الفواكه محمود ترى عبارة عن كنز، في أكثر عن فائدة في الفاكهة بكبرها، فلما بس أعصر الفاكهة وعقب أتخلص منها فأنا أفقد جزء كبير من الفائدة اللي فيها. أتذكر قاري دراسة حتى عن الموز، تعرفين أن الفوائد اللي في قشر الموز أكثر من الموزة هاي اللي داخل القطع اللي ناكلها. والله مثل ما قلت لك الفواكه كنز. بس منو يروم ياكلها هذه؟ قشرتها مرة أظن. وايد ما تروين تأكلينها بس فيها فوائد كبيرة. شو هذه؟ بس قشرة الموز بس تم ترويج أن الناس تزحلق عليها يعني في رسوم متحركة وفي الكوميديا. أيه. بس ما حد تكلم عن فائدتها الحقيقية القشرة. عموما دكتورة نحن منوقف مع فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل منتواصل إن شاء الله. عندنا اليوم نتكلم عن مركز ند الحمر الصحي. بتكون معنا دكتورة تغريد الحبشي مدير مركز ند الحمر الصحي. دكتورة تغريد بتجاوب على كل استفساراتكم أسئلتكم اللي حابب يتواصل معنا على 600551414 أو الرسالة النصية على الرقم 4006. طرشوا كل المسجات الحين قبل ما نتلاقى مع دكتورة تغريد. يلا فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقتكم الجديدة من برنامج صحة وسعادة. دكتورة شو تهوسين؟ شو تهوسين؟ طلعي الواير هذا حطي عندك عشان تسمعنا دكتورة تغريد الحبشي مديرة مركز ند الحمر الصحي. الحين تسمعين الدكتورة بعد؟ طيب صفار ياليت تشوف لنا الموضوع. عموما الناس يسمعونك دكتورة، صبحت الله بالخير معانا في برنامج صحة وسعادة. نحن متواجدين اليوم ونستقبل اتصالاتكم على 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. طيب دكتورة اليوم نحن ما نفتح الموضوع للمستمعين، أو شي صباح الله بالخير. صباحكم الله بالنور، نور الاستوديو نور. أشكركم على استضافتكم لي في البرنامج اليوم، إن شاء الله تكون حلقة حلوة لي ولكم للمستمعين إن شاء الله. جميل زين. نحمد الحمر والخدمات اللي يقدمها والأشياء اللي تميز مركز ند الحمر عن غيره من المراكز الصحية اللي موجودة في الهيئة واللي خارج الهيئة، ولكن قبل نبتدي معك الحوار دكتور خلينا ناخذ بندى معانا. بندى صباحك الله بالخير. صباح الخير. شو صحتك انت يا محمود؟ طول عمرك. شو صحتك الحين؟ طول عمرك. اقول لك طال عمرك، انا بغينا نسال الدكتور، انا عندي صداع مزمن وانا الحين صراحه ما مقصر. يقول لك العسل حق الزكام زين، عندك البصل بعد زين، يعني حق الصداع بعد، ويعني عاني من زمان يعني الزكام، ما أعرف هذا هل حساسية أو شيء، بغنا نعرف من الدكتور شي يقول. زي حاضرين، جزاك الله خير يا أبو ندى. تبغي بعد شيء ثاني ولا بس هذا عن العسل والبصل؟ العسل عندك طال عمرك، البصل بعد يقولون زين على الزكام، والثوم بعد. الثوم صح إيه. وبغينا نفتخر من الدكتور طال عمرك. زي. إن شاء الله. حاضرين. إن شاء الله. حاضرين، جزاك الله خير يا أبو ندى. تفضلي دكتورة رديها حين. أول شيء نحيي أبو ندى، مشكور على هالمداخلة. أبويا بالنسبة للعسل والبصل والثوم اللي ذكرتهم فعلا هما مفيدين في حالة الزكام، لأن البصل غني بفيتامين سي أو حتى الثوم. بالنسبة للصداع أبوي، أنا أفضل أنك تمر العيادة، مثل ما دائما كنت أقول قبل، في أشياء ما أقدر أشخصها على الهواء، يعني في أسباب صداع كثيرة ما أقدر لو فتحناها ما بنفتح أي موضوع آخر. زين الحين أتصل فيه بعد برنامج خليه يمر عليكم. هي مر عليه. على يمر للعيادة هو تابع لها، وندى يمر على عيادة وتابع لها. ما تسوي له واسطة في البرشة شيء؟ يا مر أف عليك. إن شاء الله يمرنا في البرشة بعد. لا هي السيستم عندنا إن قرب له في المنطقة الجغرافية اللي قاعد فيها، بما أننا نحن نتكلم عن المناطق الجغرافية، واحدة من المناطق اللي مأهولة بالسكان، وواحدة من المراكز الصحية اللي حقيقة لها إنجازات كثيرة، مركز ند الحمر الصحي. مركز ند الحمر الصحي. هذا المركز دكتورة يعمل على مدار الساعة 24 ساعة، أنتم ما شاء الله شغالين بالفعل. إنزين فخبرينا أول شيء عن المركز وعن الطاقة اللي يستوعبها المركز والمنطقة الجغرافية اللي يغطيها. تمام. أحب أبدأ بأن مركز ند الحمر الصحي بدأ افتتاحه في ديسمبر 2010. كان عادي، دوام عادي، نفس العيادات الثانية لين الساعة 9:30. بدأ بنظام الـ 24 ساعة في جولاي 2013 وإلى الآن. في مناطق معينة جغرافية اللي تابعة للمركز، اللي هي ند الحمر، هي الأول طبعا ند الحمر، الراشدية، الورقة الأولى والثانية، أم الخور، الرمول. هذه أهم المناطق. يعني المساحة مساحة شوية كبيرة، إنزين فيها عدد كبير من السكان، ولكن هذا دكتور أيضا من ضمن الخدمات اللي تقدمها يقدمها المركز هي خدمة الـ 24 ساعة. قلت إن بديتوا للساعة 9:30 كان قبل 9:30. إيه الحين 24 ساعة، شو اللي فرق معاكم؟ تمام. إحنا نستقبل المرضى التابعين لل المناطق السكانية اللي ذكرناها، نستقبلهم لين 24 ساعة. إذا في حالة طارئة، في حالات شغلة عادي، هذه في عندنا نظام الفرز، يدخلون في نظام الفرز وعادي يقبلوا حتى لو كانوا من خارج العيادة.
لكن بعد الساعة 9:30 أو بعد ما تبنت العيادات الثانية نستقبل كل المرضى اللي تابعين اللي في ديرة في ديرة كامل, هي أيوة. فكر هي كامل. ممتاز. فهذا اللي فرق عن قبل. طبعا خدمات ال 24 ساعه دكتوره تغريد مثل ما الكل يعرف مركزين البرشه ونادي الحمل يقدمون خدمات 24 ساعه. وبما اني اصلا اشتغل في عياده تشتغل دوام ال 24 ساعه ففي جهود ضخمه تتم في هالعيادات, وممكن نقول عليها ضغط اكبر لان العياده اصلا ما تسكر, يكون طاقم التمريض الاطباء والتمريض يكون ضخم وشغال 24 ساعه. طبعا بالإضافة لعملهم خدمة المتعاملين في أيضا الجانب التميز اللي يتميز نادي الحمر هو الاعتمادات اللي حصل عليها. فلو تقولينا عن الاعتمادات اللي حصل عليها مركز نادي الحمر خلال السنوات اللي طافت. السنة اللي طافت حصلنا على الاعتماد الدولي للمنشآت الطبية اللي هو الجي سي آي أكريديتيشن, وحصلنا على الاعتماد الآيزو للجودة. جميل. حصلنا على 6 شهادات الايزو, وايضا اعتماد المركز كمركز تدريبي لاطباء الاسره. صحيح. تم اعتماده في 2016, والحين حاليا احنا شغالين على كان اساس انه يعتمدون المركز كمركز صديق للطفل. صحيح. وداخلين ان شاء الله في خدمه النجوم ان شاء الله. جميل جميل جميل. طيب انا بعدني ابغى اركز على العيادات المتخصصه اللي موجوده في المركز, وايضا يعني هنالك العديد من العيادات اللي تم استحداثها في ايضا اجهزه جديده دخلت في المركز. فخلينا نتكلم في البدايه عن العيادات او الخدمات بشكل عام اللي تقدمونها دكتور, شو هي الخدمات, وبعدين نتكلم عن العيادات المتخصصه اللي تم استحداثها. بالنسبه اول خدمه طبعا معروفه هي خدمه طب الاسره, وهذه اللي موجوده 24 ساعه. اللي شغال 24 ساعه اللي هو خدمه طب الاسره, الصيدله, الاشعه والمختبر. هذه ال 24 ساعه. اما في الفتره الصباحيه والمسائيه في بعض المختبر ما شاء الله 24 ساعه. 24 ساعه والله وايد زين. والاشعه بعد الاشعه طبيعه الحال بما ان نحن فتحنا الصيدليه والاشعه ممكن تكون, بس المختبر انا ما شاء الله عليكم زين. أما بالنسبة للعيادات التخصصية في بعضها اللي يكون بشكل يومي, في بعضها بعض الأيام في الأسبوع. من أبرز هاي الخدمات اللي الحين استحدثت هي خدمة تخطيط السمع. احنا قبل كان عندنا العيادة الأذن والأنف والحنجرة, وكان المريض إذا تابع في هاي العيادة واحتاج تخطيط للسمع كان يحول للمستشفيات. فالحين لتسهيل الأمر على المتعاملين تم افتتاح عيادة تخطيط السمع في عيادة ند الحمر. افتتحناها تقريبا في نهاية 2016. الحين حاليا هي عيادة مرة في الأسبوع. فعلى حسب الإقبال والإحصائيات عقب احتمال أن تفتح أكثر. وبعد من الخدمات اللي أضافت لمركز ند الحمر هي عيادة المسنين. هي عيادة كانت عندنا أول شيء صباحي ومسائي, بس شفنا الإقبال في الفترة الصباحية وايد قليل لأنهم يعتمدون على أهاليهم يجيبونها. صحيح. فالحين مفتوحة في الفترة المسائية. سويتوا فيها خدمة 24 ساعة بعد دكتور؟ لا لين الساعة 9:30. لين 9:30. إيه. بس خليناها مسائية. مسائية. أيوة. وايد زين. وبالنسبة لعيادة السكري عندنا أعتقد موجودة عيادة السكري في كل العيادات التابعة لهيئة الصحة. جلدية بعد. جلدية. هي. بتكلم عنها. بس بالنسبة لعيادة السكري. شوي شوي دكتور علي شوي شوي بتكلم عن كل شيء. هذه مو مشكلة إن شاء الله. تفضلي. كانت الفترة الصباحية, الحين خليناها في الفترة المسائية بعد عيادة السكري. أما بالنسبة لدكتورة ندى العيادة الجلدية هذه تقريبا مو موجودة في العيادات إلا في عيادتين بس اللي هي في مركز ندى الحمر الصحي وفي الطوار. بس إحنا عندنا 3 مرات في الأسبوع. جميل. عيادة الجلدية هي 3 مرات في الأسبوع وهي من غير مواعيد ولا بمواعيد؟ من غير مواعيد. من غير مواعيد. دكتورة أنا يعني أنا أبغي أسأل الحين المركزين الرئيسيين اللي هم البرشة وند الحمر, يعني صبر بقول لك الحين هذين المركزين يعني أنا أتصور يجب أن تكون كل التخصصات موجودة في هذه المركزين, لأن أول شيء المباني كبيرة يعني تستوعب يعني ما شاء الله عندكم مساحات كبيرة ممكن تحطون فيها وايد تخصصات, يعني من ضمنها أنا إيش أبغى أتطرق لهذا, ليش ما سوون عيادات تدخين عندكم مكافحة تدخين؟ ما أدري إذا موجودة ولا لا. في البرشة وفي في الطوار. في الطوار. ليش ما سوون في ند الحمر؟ نحول. نتحولون. نحول. نتحول.
طيب هو أحسن هناك أظني عندكم مرة واحدة الواحد ممكن هذا لو نسويه في كل المراكز الصحية بعد شوف. أوكي احنا يمكن مركزين على الخدمات اللي مو موجودة في الأماكن الثانية دام أن خدمة عيادة تدخين موجودة في عيادة ثانية أوكي على المنطقة الجغرافية نفسها يعني أوكي وسهل أوكي. عليهم أنه يصيرون للطوار بس بنشوف إذا الإقبال وإذا طلب المتعاملين أنه تنفتح فاحتمال أنه مستقبلا تنفتح يعني أنا هذيلا نقول واحد يركض وراهم ركض يجيبهم وفي هاي لازم عشان شيء نحاول نسلم خلينا في برد بي وبرد دير عشان يكون أسهل الوصول فيه عيادات مسائية بعد عندهم بعد إنزين الحين بتكلم عن أشياء شوية تخص المستمعين كانت تتينا العديد من الملاحظات حول يعني المراكز الصحية وبالتحديد المركزية يشتغلون 24 ساعة أنا دائما شو أقول اللي يشتغل إنزين الناس ممكن يشتكون عليه ولا ممكن ان عندهم ملاحظات عليه اما اللي ما يشتغل ما حد داري فيه صحيح زين احيانا كثيره هنالك بعض الملاحظات تاتينا على مساله الكيو سيستم ان يكون فيه تاخير في ادخال المرضى او كذا نحن البارحه كنا نتكلم عن هذه المساله دكتوره كنا نقول ان صح ان في تأخير في كذا كان معنا الدكتور أحمد سليمان كان يتكلم عن بعض القوانين اللي تحمي المريض وتحمي الطبيب في نفس الوقت فهني أبغى أتكلم عن أبرز الأشياء الملاحظات اللي كانت تأتيكم من قبل الناس دكتورة واللي عالجتوها من ناحية الكيو سيستم الخدمات بشكل عام شو كان عندكم أنتوا ملاحظات من الناس كيف تستقبلوا ملاحظات من الناس أوكي بالنسبة للملاحظات مكاتبنا احنا في الإدارة في المركز مفتوحة لأي ملاحظات وعندنا بعد وصل صوتك ممكن المتعامل يحط ملاحظته في هذا وصل صوتك وحتى 800-342 هذا رقم التواصل 24 ساعة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع ممكن حتى كذلك ملاحظات حتى برنامجنا نحن كذلك نحول بعض الملاحظات على الإدارات اللي شو اسمه يتواصلوا معنا والموقع الشكاوى الإلكترونية بعد 24 ساعة موجود ما بنفتح باب الشكاوى ليش بالعكس الشكاوى للتحسين هي فرص للتحسين احنا دائما شو نقول الواحد إذا عنده ملاحظات أو شيء ممكن إنه يوصلها لنا بتساهم في تطوير الخدمات اللي موجودة عندنا وبالفعل وايد خدمات تطورت عندنا في هيئة الصحة من ملاحظات الناس دكتورة بالفعل أنا برجع بتواصل معك وبتكلم عن هذه النقطة وأتمنى من اللي يسمعنا إذا عنده أي ملاحظات أو أي استفسارات أو أي اقتراحات ممكن أنه يتواصل معنا عن طريق الرسالة النصية على 4006 أو الاتصال على 600-551414 فاصل وراجعين لكم فاصل وراجعين صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلعنا على الهواء تفضل دكتورة طيب نرجع للحديث عن يعني الموضوع اللي نتكلم فيه كنا عن ند الحمر الخدمات اللي تقدم في هذا البرنامج طبعا الهيئة أطلقت هذا المركز وجعلته من المراكز اللي تعمل على مدى 24 ساعة فوصلنا عند نقطة ملاحظات الجمهور مثل ما ذكرت دكتورة التغريد أنه أكيد تستلمون كثير من الملاحظات من الجمهور ملاحظات اقتراحات بعض الشكاوي فلو تعطينا أبرز الملاحظات اللي وصلت لكم وكيف تعاملتوا معها تمام بالنسبة لملاحظات المرضى في ملاحظات ممكن تطبيقها يعني الأمر بديننا بس في بعض الملاحظات اللي تحتاج الموافقة من الإدارة العليا أنا الحين اللي يحضرني ممكن بعض الملاحظات واحدة من الملاحظات اللي وصلتنا وطبقناها اللي هي بالنسبة لكبار السن يوم يدخلون العيادة ويسجلون أن انتظارهم يكون في قاعة الانتظار ويطولون ليش ما نسرع في خدمتهم تقديم الخدمة لهم
فضفنا خاصية في الكيو سيستم نفسه إن هي لل في لكبار السن أولوية لكبار السن هي. هذا شيء. الشيء الثاني إن ملف المريض إذا وصل لغرفة التقييم للممرضة وشافت العمر وأنه من فئة كبار السن فهذا اللي يقدمونه على بقية المرضى. ممتاز. ممتاز. فهاي الخدمة سميناها احنا خدمة أسرع أو الفاست تراك. كانت حطيناها لفئتين اللي هي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. جميل جميل. فإذا كان في قاعة الانتظار واحد من هذه الفئتين موجود هذه اللي نسرع بشوفتهم. طيب دكتورة عن 2016 كان يعني أنا أسميه عام الإنجازات في هيئة الصحة لأن فيه العديد من الإنجازات اللي تحققت سواء على قطاع المستشفيات أو قطاع المراكز الصحية وبالتحديد المراكز الصحية الأولية كانت لها إنجازات كبيرة في تحقيق شهادات عالمية وغيرها من الأمور. الآن ما نتكلم على بعض التفاصيل الخاصة بالأرقام والإحصائيات اللي كانت في 2016 بالنسبة لمركز اليد الحمراء، لكن إذا تسمحي لي دكتور أنا شوية بطلع برا على الموضوع لأن في عندنا يعني على حسب سير الحلقة كان المفروض أن تكون معانا يكون معانا حد من برنامج التكريم والتحفيز الخاص لليوم بيصير يعني بكم نفتخر. هذه واحدة من المبادرات المهمة اللي ابتكرتها الهيئة لتوفير بيئة عمل حاضنة لجميع الموظفين من مختلف المستويات والتخصصات وأيضا لتعزيز روح العمل الجماعي. فهذا ساهم كذلك في تطوير ويعني وضع بيئة صحية جميلة جدا للعاملين في هيئة الصحة وكانت ثمرتها هذه الإنجازات اللي تحققت. الآن معي عبر الهاتف الأستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير يا آمنة. صباح الخير والنور. هلا محمود حالك. سامحين أنا دريبة مربوش وعندكم هذا ما شاء الله مسوين فعالية كبيرة وجميلة جدا لكن نحن نبغي ما مناخذ وايد من وقتك ما نتكلم عن هذه المبادرة. شو هو الهدف من هذه المبادرة؟ بداية شكرا لك اتصالك وسامحني إذا في صوت شوي عندنا لأن أنا في بنت. إحنا اليوم عندنا طبعا نتوج نتائج 2016 في اختيار وتقييمات الموظفين المتميزين عندنا بحفل تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد رئيس الهيئة لتكريم الموظفين المتميزين المتفوقين اللي فازوا في البرنامج. البرنامج عبارة عن برنامج تحفيزي للموظفين في فئات ست فئات رئيسية فيها فئات التميز الوظيفي والإداري وفيها فئة التحصيل العلمي للمواطنين من حملة الدكتوراه وما يعادلها والماجستير وما يعادلها. وعندنا فئة البحوث والدراسات اللي هي لها لجنة علمية مختصة تحتها ست فئات فرعية. عندنا لجنة فئة الاعتمادات الدولية للمستشفيات والمراكز الحاصلة على الاعتمادات الدولية وعندنا الاقتراحات بحسب نظام الاقتراحات الموجود عندنا في الهيئة تحت ست فئات فرعية. جميل. هذه هي الفئات اللي بتكرم اليوم، لكن خبرينا شو اللي بيستوي في الحفل؟ احنا بداية طبعا نسوي مثل اسمه الجاليري على قولتهم معرض بسيط حق الموظفين الموهوبين وعندنا الاستعراض لبعض المبادرات الابتكارية الموجودة عندنا في الهيئة ومن بعدها بيفتتح رئيس الهيئة الشيخ حمدان الحفل. بيكون فيها بداية تكريم فئات التميز الوظيفي الفردي ومن بعدها الإدارة المتميزة ومن بعدها التحصيل العلمي. وأعتقد من بعدها بيغادر إن شاء الله سمو الشيخ وبيكون معاليه بيكمل باقي الحفل في التكريم لباقي الفئات. ممتاز. جميل جميل. أستاذة أمنة لو ممكن تخبرينا عن وجود مثل هالتكريمات أو الجوائز اللي توزع على الموظفين، شو يكون أثرها على الموظفين؟ شو شفتوا من أثر على الموظفين اللي يتم تكريمه أو حتى لما تم تكريمه؟ احنا للامانه يعني من المشروع يمكن اول مبادره تكون يعني متكامله في هيئه الصحه فكان صداها وايد ايجابي والموظفين صراحه مستانسين على الاخر. جميل. حتى اللي شارك قال ان شاء الله حتى لو ما افوز بس انا مستانس ان انا دخلت هذا البرنامج. واليوم ما شاء الله ما شاء الله يعني الابتسامه والضحكه على وجوه الجميع كلهم مستانسين اللي مترشح وفايز واللي مش فايز.
ما يعني الحمد لله رشحت الدكتورة ندى ولا انا ما ترشحت السنة السنة الجاية ان شاء الله لان التميز الوظيفي محمود لازم ترشيح الموظف نفسه هو نفسه يرشح نفسه في فئات نختارها نعم هو نفس الموظف يرشح نفسه ولا الإدارة ترشح هي الموظف يرشح نفسه في فورم معين يعبيه وطبعا احنا هاي المعايير كلها اسقطت معايير الجيل الرابع منظومة التميز لبرنامج دبي الأداء تكون متميز اسقطت في المنظومة هذه في البرنامج ممتاز جدا ممتاز يعني دكتورة ندى ما لها تكريم اليوم ان شاء الله بقدم ان شاء الله ان شاء الله انا والدكتوره ندى ممكن نفوز كيف انت بعد الدكتوره تغريد بتدخل ويانا بعد على راحتها اذا لا بالفعل انا بتحدث عن هذه المبادره لان للامانه بس اوصفها للمستمعين الحفل المقام يعني للموظفين يدل على تقدير هيئة الصحة بدبي لموظفينا حفل مقام يعني ما شاء الله ما بخمس نجوم سبع نجوم صحيح محمود مسواي بشكل جميل فخم في تقدير للموظفين وأيضا في جميع فئات اللي تشتغل في الهيئة سواء فئات اللي تشتغل في الحقل الطبي أو الحقل الإداري من كبار الموظفين لين صغارهم فيعطيكم ألف عافية نتمنى لكم التوفيق ما ذكرت بعد أخ محمود عشان أشجعكم على الترشيح بعد في مكافآت مالية تراها في الفوز كم فلوس؟ تعتمد على حسب الفئة اللي أنت فايز فيها. يلا زين. لا بالعكس هي في النهاية يعني ترى والله أستاذ أمن الموظف عموماً بشكل عام صح المكافآت المالية جيدة لكن الموظف يبحث عن بيئة العمل المناسبة يبحث عن الأريحية عن التقدير شو ما كان هذا التقدير إذا كان وهذا الكلام ما نقوله نحن بس إنه يعني كلام إعلامي أو إنه ممكن إنشائي نقوله لا. نتكلم للأمانة هنالك الكثير من الحالات يمكن واحد من هذه الحالات اللي يعني الواحد ممكن ينتقل من راتب أكبر لراتب أقل بس هو يرتاح نفسيا في البيئة اللي يعمل فيها فنحن نتمنى لكم التوفيق بغض حبيت أشيد بدعم معاليه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام معالي حميد الطامي صراحة داعم بشكل كبير لتكريم وتحفيز الموظفين يعني ما شاء الله عليه أنتوا لاحظتوا في كل مبادرة في كل مشروع دائما يحرص على تكريمهم ويكون متواجد بعد نفسه في معظم هذه المناسبات عشان يحرص على تكريم الموظف المتميز بنفسه وهذا روحه أكبر دافع لا هي البيئة الإيجابية اللي بدت يعني نشوفها في معظم الإدارات في معظم القطاعات في الهيئة فيعطيكم ألف عافية على هذه المبادرات هناك الكثير من المبادرات الموارد البشرية تسويها نحن نتطرق لها أيضا إن شاء الله باكر منحاول نستضيف عدد من المكرمين معانا في هذه المبادرة في الحلقة إن شاء الله وخبرينا عنهم أنت بعد أستاذة آمنة إذا 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 في ناس بعد نسلط الضوء على تجربتهم لأن معظم التجارب هي تجارب فريدة من نوعها ونتمنى أن تكون قدوة لغيرها من الموظفين. صحيح. أستاذ أمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي ما أدري عندك كلمة أخيرة تبغي توجهينها؟ أنا حابة أشكركم وما شاء الله عليكم الفريق الإعلامي يعني دائما متميزين ودائما سباقين. طول شكرا عمرك جزيلا لكل جهودكم شكرا لك. وسامحين على وقتك اللي أخذناه في من الحفل إذا مستمعينا يعني بعد قليل إن شاء الله سوف يقوم سيدي اسمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة بدبي بتكريم الموظفين المتميزين في هيئة الصحة بدبي ضمن برنامج أو مبادرة بكم نفتخر يعني هذه الهيئة تقول بموظفينها تفتخر فضمن هذه المبادرة سوف يتم تكريم عدد كبير من المميزين نسيت أسألك كم شخص بيتكرم اليوم بس أعتقد عدد كبير عدد جدا عدد كبير محمود صح البارحة يوم في البروفا كنت أشوف يعني ما شاء الله أعداد كبيرة موجودة في القاعة صحيح. عموما نرجع لموضوعنا الرئيسي في حلقة سامحينا دكتور لا. تغريد بس لأن الجماعة كانوا مرتبطين بتايم معين لا ما لي ريحوني مو مشكلة لا احنا عادينا من أهل البيت فبريحية يعني ناخذ مداخلات وشي زين نحن ذكرينا وين وقفنا نحن عند الحديث عن الأرقام والإحصائيات الإحصائيات المركز تفضلي دكتورة خبريني كم عدد الحالات اللي استقبلتوها إذا عندك بعض التصنيفات بعد تحضرش الأرقام زين
تقريبا في 2016 وصل فوق ال 150 ألف متعامل زار المركز. 150 ألف هي. إن شاء الله. أنت في برشة كم؟ أقل من الرقم بشوية. بشوية. يعني بمعدل 10 ل 12 ألف في الشهر. ما شاء الله. هذا صحيح. بشكل شهري يعني. أوكي. والله عدد كبير. الله يواليكم. لو قارنا بينه وبين أول ما انفتحت العيادة أو مثلا على 2013 كان تقريبا 74 ألف هاي جلسة. ما شاء الله قفزة كبيرة فعلا. يمكن عشان الخدمات زادت بعد مو بس اعتماد على 24 ساعة بعد صحيح. الخدمات اللي زادت. دكتور تغيث ذكرتي عشان إن مثل ما ذكرنا عيادتك فاتحة 24 ساعة. طبعا الهيئة لما قررت تفتح مركز ند الحمر كعيادة تفتح 24 ساعة وتخدم 24 ساعة كان في فئة مستهدفة لا يمكن تغطيتها يجب أن يتم تغطيتها بعد ساعات الدوام العيادات العادية. فلو ممكن تخبرين عن الفئة المستهدفة اللي عشان فتحت عيادات ال 24 ساعة اللي هو الخدمة بعد إغلاق باقي المراكز الصحية. بالفعل أنا كنت حابة أتكلم في هاي النقطة أن بخصوص استقبال المرضى بعد الساعة 9:30 مثل ما قلنا أن كل المرضى التابعين في منطقة ديرة وما يقدرون يحضرون عياداتهم لأنها خلاص بندت الساعة 9:30 فيحضرون عندنا. فهو فتحت ال 24 ساعة هذه أولا عشان نستقبل الحالات الحرجة الحالات اللي ما تقدر تتريا غير ما تفتح العيادة تحتاج تدخل طبي سريع وفي نفس الوقت فوري. فكانت هذه الفئة المستهدفة. هذا كان بعد واحد من الأسباب. السبب الثاني لفتح الخدمة 24 hours أو 24 ساعة هي كانت بعد لتقليل الضغط على المستشفيات. صحيح. أساس أن المستشفيات يقللون بعد الويتينج تايم أو وقت الانتظار بالنسبة للمرضى ويعطون اهتمام أكثر للمرضى اللي فعلا حالتهم حرجة. فالحالات اللي المفروض توصل ند الحمر بعد الساعة 9:30 تكون الحالات اللي هي الطارئة اللي تحتاج تدخل طبي في نفس الوقت. صحيح. صحيح. بس الحين احنا لاحظنا لاحظنا ان الحالات اللي تينا مثلا ايون عشان تحليل الدم وهذا الشيء ممكن يتأجل لثاني يوم صحيح. او يصيرون عياداتهم ايون عشان ياخذون الأدوية لأمراضهم المزمنة. في بعضهم أوكي تابعين لند الحمر أوكي وفي بعضهم اللي مش تابعين لند الحمر ويايين يطالبون بأدويتهم. طيب هذه بس رسالة نوجهها للجمهور أن يا جماعة الخير هنالك بعض الخدمات إذا ما تم الالتزام بالقواعد والمعايير اللي تم وضعها ممكن أن تؤثر سلبا على الأداء نفسها. العام أو الخدمة ما يعني ما بنستفيد منها. إحنا كان الغرض أن نعطي اهتمام أكثر للحالات الحرجة الحالات الطارئة. فالزحمة في هذا الوقت بيزيد من وقت الانتظار بالنسبة للمرضى اللي فعلا حرجين. جميل. هذه رسالة مهمة دكتورة ندى ودكتور تغريد أن الواحد لازم يعي مسألة يا جماعة الخير. أتذكر والله العظيم يثني ملاحظة كان محوليها الجماعة في البث المباشر على شخص يعني تخيل دكتورة ثلاث مرات بيدخل غرفة العمليات ويطلعونه من الغرفة ما يسووا له العملية زين على ثلاث مرات. فاتصل يعني يوم أكلمه منزعج وايد من الخدمة كذا أكيد. وكيف أنا ما أدري كذا آخر مرة ملبسيني كل شيء وبدخل العمليات طلعوني. قلت له طيب أنا بس برجع للجماعة وبرد عليك يعني بس أنا اللي أعرفه لازم يكون في سبب قاهر في هذه المسألة يعني تأكد أن في شيء وايد ضروري. لما تكلمنا كان الأخصائي اللي بيسويه هو أخصائي الوحيد يعني من جنسية أوروبية ما بقول جنسيته فهو طالب هذا الأخصائي كان يعالج في الثلاث مرات هذه حالات بين الحياة والموت بين الحياة والموت تستدعي تدخل يعني فوري. ما في تأجيل زين. فهي شرحت له قال لي محمود يوم أنك السالفة لا بالعكس أنا ريال تنازع عن حقي في هذا الموضوع لأن أنا عمليتي ممكن تتأجل. فهذه الفكرة العامة اللي نحن نشتغل عليها أن هنالك يا جماعة الخير نحن نتعامل مع الناس ما بين حياة وموت. صحيح. ما بين المرض يعني في تصنيف حالات في أشياء في خدمات تقدم. فيا جماعة الخير التعاون يؤدي إلى إيش إلى تقديم خدمة مميزة. صحيح. والكل يطلع شو دكتورة مستانس وراضي. صح. أكيد. صح.
ومحمود احنا بس نأكد ان هي الخدمات موجودة للجميع، احنا ما نرد اي حد، الخدمات مفتوحة، العيادة مفتوحة 24 ساعة لخدمة الجميع، ولكن هو مسألة وعي ان انا ليش بعد الساعة 9:30 فتحوا لي العيادة لاستقبال حالات تدخل فوري الحين، يعني انا عقب 9:30 لازم اترك هذا المجال، يعني هو عبارة عن مثل ما قلنا نوعي ان اترك المجال بعد الساعة 9:30 للحالات الطارئة، بحيث انا ما اشغل الطبيب بطلبات بسيطة ممكن تتريى للصبح او لين ثاني يوم، فبس نبغى هذا الوعي البسيط يكون عند الجمهور. بالفعل مثل ما قلت الدكتورة ندى، احنا ما نرد اي حد نستقبلهم، بس هذا بيأثر على صحيح المرضى الباقين اللي محتاجين فعلا تدخل طبي فوري. صحيح. فالرسالة اللي وجهها في يعني النتيجة أن يا جماعة الخير خدمات المراكز اللي تعمل على مدار الساعة 24 ساعة بعد 9:30 أن هي مخصصة للحالات الطارئة اللي ما تنتظر لافتتاح العيادات التخصصية اليوم الثاني. هذه صح؟ صحيح. طيب بالدوام شفتات هم مشكلة أوكي، ترى قلت لك إحنا ما نرد أي حد، بس أنا قصدي إن بعض الناس اللي ممكن اللي يقدرون يحضرون العيادة الصبح ويسيرون عياداتهم، فالأفضل إنهم يأجلون يجلتهم. إنزين، أحيانا قد ينتظر الشخص مدة طويلة في المركز الصحي، يعني كانت فيه ملاحظات إن إذا سير المستشفى خلص أسرع، هل هذا الكلام سليم؟ لا محمود، أتوقع زمن الانتظار في العيادات أقل. هو شوف الملاحظة دائما تأتي بطبيعة الإنسان، طبيعتنا إحنا ما نحب ننتظر وايد، يعني الانتظار قاتل. واحد يمل من القعدة، خصوصا تعرف لو عنده أطفال. بس إحنا حطينا لهم واي فاي وحطي لهم كتب كتب عطوهم يستعيرونها دكتور. هي ما إحنا قلنا بنحقق إن شاء الله هالاستعارة الكتب من كتاب أقرأ، بس تردون الكتب لازم ترد الكتب عشان يستفيد منها شخص ثاني. بس هو الانتظار روحه متعب، ولكن إحنا دائما لما يجون حتى يجون العيادة يشكون يقول دكتور صالي ساعة أترية، فهالساعة الطبيب يخدم فيه مرضى آخرين، هو ما كان هالساعة مثلا الطبيب مثلا يكون قاعد فيها من غير متعاملين أو بريك، لا هو يكون يخدم متعاملين آخرين. من حقك أنت تحتاج أن تتعب من الانتظار أو تقول أنا تعبت من كثر ما أنتظر، ولكن هي ثقافة انتظار محمود، إن إحنا نحترم إنه في ها وقت الانتظار أنا أترية، فهو في هذه الساعة الدكتور يمكن شاف 8 مرضى أو 6 مرضى وأنت بدش عليه المريض التاسع. في واحدة من الدول الأوروبية، دائما أقول هذا الموضوع في البرنامج، في واحدة من الدول الأوروبية دخلنا الحوادث، يعني ما بين عشان ما أبالغ أقول 7 ساعات، ما بين 5 ساعات لين 6 ساعات لين ما شافونا. في أحد الدول الأوروبية بعد مريض يالي قال لي في عياداتهم العادية زمن انتظار 4 ساعات عيادة، 4 ساعات ترى تشوف طبيب عائلة عادي. فإحنا يعني يا جماعة يعني إحنا عايشين في نعمة، عندنا الخدمة أتوقع مو أكثر من ساعتين، في ساعات الذروة ما في أكثر من ساعتين ممكن تريه في أي عيادة. في القطاع الخاص دكتورة ليش أسرع؟ أسرع لأن الضغط عليهم أقل. أقل الضغط عليهم. أكيد أكيد. بس أبشرت أنا من فترة بعد نفس الشيء، خذت في القطاع الخاص تقريبا 2:30 لما شافني الدكتور، قلت يا ليتني رحت الحكومة، رحت الهيئة. رحت الهيئة اي والله، بس لان مو مش هذا، بس الفكرة كانت تلك الايام ما كان في مراكز صحية 24 ساعة شغالة، كان الموضوع عندنا شو اسمه صحيح سريع. طيب دكتورة كلمة اخيرة تبغى توجهينها؟ اشكركم بس على استضافتكم لي اليوم، صراحة كانت جلسة حلوة وممتعة معاكم. والله نحن استمتعنا معاك بالعكس، وكل الشكر لك دكتورة تغريد الحبشي مدير مركز ند الحمر الصحي. طبعا الحين المستمعين نحن يوم نقول لهم نجيب لهم مدراء المراكز كل يوم 4 مدير من مدراء المراكز يتواصلون معاه اللي عنده أي ملاحظة، اللي عنده أي استفسار، يعني حتى خلينا نقول شكوى بعد كذلك ممكن نتواصل معنا. الأسبوع الجاي إن شاء الله بتكون عندنا بعد أحد مديرات المراكز مخبركم منه، وأيضا حمدة على طول الأسبوع إذا في أي ملاحظات أو أي شكاوى على مركز من المراكز خليهم عندك ونتواصل معهم يوم الحلقة إن شاء الله. شاكرين لك دكتورة ندى. شكرا لك يا محمود. خلينا نختم يلا شو نقول. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ببرامجنا اليوم، برنامجكم صحة وسعادة، إن شاء الله نلقاكم باكر في حلقة جديدة، وباكر الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع إن شاء الله الكل يكون مستانس، ورح تكون حلقتنا إن شاء الله غير، بنحاول نقابل فيه المكرمين عشان نعطي يعني إضافة للحلقة، ونشكر فريق الإعداد محمد الصفار وحمد المعيوف، وشكرا لك محمود. شكرا جزيلا، وحتى نلقاكم في الغد، دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.